نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، وشدد المركز على انتظام صرف حصة المواطن من أرغفة الخبز المدعم المستحقة له على البطاقات التموينية بشكل طبيعي بواقع 5 أرغفة يوميا بإجمالي 150 رغيفا شهريا بسعر 20 قرشا للرغيف دون أي انتقاص سواء من حيث العدد أو الوزن. وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه يتم احتساب الأرغفة والتي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة، على أن يقوم حامل البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة، ومناشدا المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام المخابز بصرف عدد أرغفة الخبز المدعم والمخصصة للفرد على بطاقات الدعم التموينية بشكل كامل.